هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. طبعا من محافظة الأقصر، وفيها في هذه المحافظة شهدت افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع. في محافظة الدقهلية، مستشفى المنصورة التخصصي أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف. تفاصيل وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الأقصر شهدت افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع ضمن استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وبتشمل تقديم خدمات عدد من الجهات، أبرزها وحدة محلية قروية، تضامن اجتماعي، بريد، سجل مدني، شهر عقاري، مجلس محلي شعبي، بالإضافة لخدمات المركز التكنولوجي الخاصة بإجراءات التصالح في قضايا البناء وتقنين أوضاع الأراضي. أعلن مستشفى المنصورة التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة حاجته لشغل 4 وظائف شاغرة عن طريق الندب أو الإعارة، وبتشمل الوظائف المطلوبة فني صحة وسلامة مهنية، أخصائي صحة وسلامة مهنية، تمريض صحة وسلامة مهنية، ومسؤول حماية مدنية. أكدت محافظة المنيا تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي برمشة بمركز العدوى، وبتقام على مساحة 15 فدان بتكلفة تصل ل 500 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 85%، وبتخدم المحطة ما يقرب من 13 قرية من قرى مركز العدوى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومن المقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة نهاية فبراير القادم 2025. أعلنت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز بيبا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات: البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1232 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في سوهاج، أعلنت الوحدة المحلية المركز ومدينة طهطاب بدء فعاليات ترقيم التوك توك، وتم البدء في عمل ملف لكل توك توك وترقيمه بالوحدة المحلية بدون أي رسوم أو مصروفات، وده في إطار تفعيل منظومة تقنين وترقيم التوك توك بالمحافظة. أكدت محافظة الأليوبية تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام ل 225 درجة، كما قررت محافظة الأليوبية النزول بمجموع درجات فصول الخدمات المسائية للقبول لطلاب الصف الأول الثانوي ل 185 درجة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة، وده تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب وحرصاً على مستقبلهم. في كفر الشيخ، أعلنت هندسة كهرباء بيلة فصل التيار الكهربائي عن مغذي توزيع كهرباء بيلة الجديدة اليوم الثلاث اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً لمدة 6 ساعات متصلة، من أجل القيام بأعمال إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء بيلة الجديدة، وبتشمل المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي منطقة الزراعة ومنطقة استاد بيلة الرياضي ومغذي قرية إبشان ومغذي قرية أبو بدوي وتوابعهم. بتشهد محافظة المنوفية تنفيذ مشروع صرف صحي الخطبة وكفر داوود بالسادات بتكلفة إجمالية 613 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.